أول شيء يعطيك العافية فادي، وأنا بشكرك على الفرصة اللي أعطيتني إياها إنه نحكي عن الحوض. صراحة عندك حوض ممتاز، ويعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شرفنا بمعرفتك يعطيك ألف عافية. فادي، بس أول شيء احكي لي قد إيه صار لك في الهواية هي بشكل عام؟ هلا بصراحة بالهواية من يوم ما تصحيت على الدنيا وفي عندي حوض سمك. الوالد كان يعني كم سنة تقريبا؟ البحري من بعد ما خلص الجامعة بال 2005 يعني في 13 سنة تقريبا 13 سنة بلشت في البحري. أول ما بلشت حوض صغير يعني 70 سنتي 70 ب 40 ب 40، كان فيه بس تنتين كلاون فيش، حتى لا كان في بروتين سكيمر ولا شيء. وهذا الحوض قد ايش صار له تقريبا؟ هذا الحوض له بالضبط 2 سنين. احكي لنا عن اهم الاشياء اللي انت مستخدمها في الحوض، في تركيبه الحوض، الانفراستراكشر اللي انت عاملها. هلا الحوض هو تفصيل هون في الرياض فصلناه، مستخدمين فيه ازاز كريستال عشان يعني يكون شوي اوضح، لان كل ما زادت سماكه الازاز بتحتاج يكون كلير يعني. هلا هو اصلا بالبدايه انا كنت حاطط خطه للحوض من قبل ما ابلش الحوض بسنتين ثلاثه، كنت قاعد بخطط ايش اللي بدي اعمله، فكانت بالبدايه الخطه انه بده يكون كله سبيس. بما انه انا كنت بخطط اصلا بحط فيه انجلز كثير واس بي اس، فكانت الفلتريشن زي ما انت شايف الصمب كبيره مو صغيره، وفيها فيوج فيه طحالب الكيتومورفا كيتومورفا. اوكي، وفي كمان فيها هذا جديد لفتور مانجروف. مانجروف هذا من فلوريدا من امريكا. ما قدرت تحصل المانجروف من عندنا. موجود بس هذول ارسل لي اياهم واحد من هناك. اوكي، السكيمر سوبر ريف اوكتوبوس. اوكي، برضه من كل العده من امريكا، ما في شيء. هذا مضخه واحده ولا مضختين؟ هذا مضخه واحده. اوكي، هذا جاي بالميد رينج، مو اللي هو ريتد انه 200 جالون هيفي بايونت. هيفي بايونت. اوكي، التانك 180 180 في 60 في 60 180 جالون. غير الصمب تقريبا 30 جالون فيها، 30-35 جالون. اوكي، صافي بدون الحجاره بدون هذا بيطلع له 200 جالون كامل. أوكي، كله مع ال. اوكي، وعندك غير السكيمر؟ غير السكيمر في عندنا الايبكس كنترولر، كل شيء مشبوك عليها. اوكي، في كان في دوسينج هلا توقف، وقفته. أوه، وشبكة كالسيوم رياكتر. توب اوف مع ار او مشبوك. الاوتو توب اوف برضه نبتون نفس الكنترولر. اوكي، بس كالسيوم رياكتر عندك شيء بايو رياكترز؟ لا، بس ما في اي رياكترز. في هذول بس الرياكترز. أوه، واحد جي اف او واحد كاربون. جي اف او وكاربون. اوكي، طيب بالنسبه للدوزنج ايش بتركز بالمواد في الدوزنج؟ في الدوسينج هلا الاساس اللي هو انا بجيب باودر كونت، بجيب باودر كالسيوم كلورايد وبيكنج صودا. اوكي، ما اللي هي بايكربونات صوديوم. اوكي، يعني انت وبتفحص ريجولار؟ بفحص اسبوعي، بفحص الكالسيوم الكي اتش والكالسيوم اسبوعي، نايتريت فوسفيت ممكن كل اسبوعين ثلاثه كل شهر. شغلات تانية كنت زمان اول ما بلشت افحصها، بعدين بصراحة ما لها. يعني مين اللي بتركز انت على البي اتش وعلى الكالسيوم؟ بي اتش مش كتير. مش كتير بقلق فيه. كم البي اتش حاليا في الحوض؟ هلا كان البي اتش عندي قبل الكالسيوم رياكتر كان البي اتش بالليل 8.1، وصل اكثر اخر شيء ل 8.3. طيب احنا هون في بيئه يعني طبيعه الرياض دائما الشبابيك مسكره وكذا. ما بيتاثر البي اتش فيه ولا عامل سوليوشن معين؟ لا هلا هيك السوليوشن الوحيد انه الكيتومورفا والضوء شغال عليها 24 ساعه. أوه، ما بطفي. هلا بعد الكالسيوم رياكتر البي اتش ثبت على 8 بالضبط. خلص ثابت على 8، لا بيطلع ولا بينزل. ممكن احط سي او 2 سكرابر
لاني انا بحب يكون يعني بس عشان اشوفه 8.2 ال CO2 سكرابر بتنشبك هي كيميكال بتنشبك على مع السكيمر فبصير السكيمر يسحب بس اكسجين لحاله بتسحب كل ال CO2 من ال ثاني اكسيد الكربون. طيب انت ايش مستخدم في الاوتو دوزينج؟ الاوتو دوزينج هلا شوف ايش ما بحصل ايش ما بلاقي بحط هم من اللي يعني ثلاث او اربع انواع بستخدمهم براندز براندز بالكريف سبلاي اكثر شيء بشتريهم من امريكا وبشحنهم او سيكم سيكم شوي غالي وفي عندي كمان فريتز برضو كنت خفيف على في شيء بتجيبه من اللوكال ستور من هون لوكال سيكم مرات لما انقطع يعني بجيبه متوقع. فريتس بجيبه من دبي فريتس كويس ومتوفر بدبي كتير. شو بتستخدم سلط؟ سلط بستخدم ريتسيل. ريتسيل من أول ما بلشت في الحوض؟ لا أول ما بلشت كنت بعدين استخدمت فريتس شوي جبته معي من دبي بعدين لما خلص الفريتس حولت على ريتسيل. طيب كل قديه تقريبا بتغير مي؟ ووتر تشينج 10% كل أسبوع. فعليا بتبدل كل أسبوع؟ ما بتكسر في الموضوع؟ لا لا ما بكسر في الموضوع. طيب 10% يعني تقريبا 18 قدم. طيب والكنترول سيستم اللي حاطه على الواي فاي ايش استخدمه؟ هلا الكنترولر هي ايبكس كنترولر كلاسيك اشتريتها قبل ما ينزل الموديل الجديد وتحطط على الحوض اللي قبل هذا الصغير. هذه الكنترولر كل شيء بالحوض مشبوك عليها كاملا اونلاين بتقدر بتفوت بتبرمج الحوض بتشغل بتطفي الاناره السكيمر الويف ميكر السكيمر بتحط حتى بروجرامز انه مثلا مثال اذا انا بدي اطعم السمك حتى كمان الاوتو فيدر مبرمج انا على الساعه كذا بطفي الريتير بطفي السكيمر ووقفوا الويف ميكرز عشان ينزل الاكل وياكل السمك. بعد خمس دقائق بتشتغل الريتير وبضلها شغال الريتير بدون سكيمر عبال ما يصير ليفل صح في في السم. يس. برجع يشتغل السكيمر عشان ما يصير اوفر فلو. هذا كله كود انا كاتبه يعني جوا ال ما شاء الله جوا الكنترولر عشان تعمل هذا الاشياء. لما اكون انا بسافر كثير يعني بالسنة لا يقل عن سفرتين كل سفرة شهر بسافر فالكنترولر بصراحة كثير مريحتني. يعني خلال شهر انت في اجازة ما عندك اي مشكلة في المانجمنت تحت الحوض؟ لا بكون حاطط قبال الحوض اونلاين كاميرا عشان اشوف كل شيء شو بصير فيه واحتياطا بكون معطي لحدا من قرايب المفتاح عشان اذا ومش ريبر يعني هو اذا صار مشكله اي شيء انا بكون شايف بالكاميرا شايف كل شيء وبحكي له شو يعمل يعني شغلات بسيطه يعني ماشي. ممكن بس بخليه يفضيل السكيمر الكاب تاعت السكيمر نظفه بيجي مرات بيجي على بالي طعم السمك يعني شغلات زي هيك بس سمك بكون بوكل وهذا عادي يعني ما عندي مشكله. طيب بالنسبه للمرجان ايش يعني انا شايف اغلب المرجانيات اس بي اس اعطينا بعض الانواع المميزه بالنسبه لك في الحوض. هلا احلى مرجان عندي الاكروبورا هذه ستروبري شورت كيك هذه اللي هاي مو اللي اخضر وتب سموث. اوكي هذه ستروبري شورت كيك هذه المفضله عندي في عندي هذه السيتوسا كمان بحبها كثير سيتوسا. اوكي هلا اجمالا انا هاي جوني بورا هذه جوني بورا. اوكي وهي مش هذول جوني بورا هذه انا مسميها جوني بورا قاعد قد ايه جوني بورا صار لها في الحوض عندك؟ هذا من الحوض القديم هاي لها 3 سنين ونص بجوز هذه هذول لهم من هذه اللي ورا كمان برضه نفس مع هذه جبتها هذول لهم سنه تقريبا سنه وزي ما انت شايف الكلام فيش عايش جواتهم انا شايف انه مش حاطط انيموني للكلام فيش في انيموني بس في عندي هاي في هناك واحده ورا هذه كانت قدام بس هي مشت لحالها ورا وفي كان واحده هون قسمت نصين هذه قسمت نصين اي واحده يعني هذول جابت يعني لهم 4-5 شهور بس هذا زوز هذه زوز حظي كويس مع الكلامز ما اكلوا كلامز لا سمعت صار لهم في الحوض الكلامز في عندي هذه قديمه هذه لها سنه وشوي
البقيات جداد جداد لسه جداد لسه إذا أنت شايف لسه مش لهم أسبوع يعني بس لسه مش مرتاحين. هاي الخضرة هاي إيش شو اسمها؟ أي خضرة؟ هذه ساق عادي هاي. هذه أول مرجانة في الحوض. هاي أول مرجانة في الحوض. هذه حطيتها في اليوم التاسع من الحوض. من يوم عبيت الحوض.